متابعي ومشاهدي قناة بين سبورتس، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. المباراة الرابعة لبطولة الكأس الدولية للأبطال هنا في ملعب لينكون فانشنال فيلد، الملعب الذي يحتضن هذه المباراة هنا في فيلادلفيا، المباراة التي تجمع نادي بايرن ميونخ الفريق الألماني أمام اليوفي الفريق الإيطالي في مباراة ودية في إطار هذه البطولة في نسختها السادسة. إذا المواجهة Not even this weather can dampen the enthusiasm in the crowds, even the ones sheltering from the storm. Hopefully it will abate and they can get out there and get up close and personal with many of the superstars on show. Bit of room nicely. Alexandro is the Juve left back here. Most certainly he is a part of the long-term plan. Well, very nearly the opener. A lot of room for Favalli. Maybe had a slash at that in the end, and relegation playoff and pushed them over the next 2 years very firmly into the top half of the Bundesliga. Overplayed perhaps by João Cancelo. Favalli did his best to rescue it. Feature a couple of times last season, but they're up against some of the great names. Here's Wagner. Picked out Gnabry. Wasn't a good touch by Gnabry. Perrin able to drop on it. He's a backup to Lewandowski, of course. He's not involved at the moment. Fell for Ribéry. He found some room. And 17-18 did so many things so well for Bayern in goal. And then that was looking for the early ball into him. And it's straight up heading from the edge of the box. Zila had the hit. Excellent. Ribéry twisting and turning. لكن التسديده كذلك بدورها لم تكن حاضره، بينما ريبيري يرسل كره عاليه ولكن حارس المرمى سهله وصلت اليه الكره. الحارس ماتيا بيرين الذي يسيطر. يوفي بانتداباته، يوفي بوصول ادون كريستيانو رونالدو. يوفي يمر الكره في اليمين، عرضيه ترسل عاليه، محاوله مستمره لكن التغطيه عند الكره، التدخل كان موجود في الكره الماضيه ومن ثم الى خطا. يلعب ليون غوريتسكا من نادي شالكا، بينما عودة غنابري وعودة كذلك ريناتو سانشيز من الإعارة. نتحدث عن هذا، وكرة ستنفذ لدينا بيانيتش على تنفيذ هذا الخطأ. كيليني يتقدم بينما التصويبة ممتازة، لكن اسفيرو رايح هو ما تصدى في الكرة الماضية. محاولة المرور، هنا المرور لكن التدخل كان موجود، وهنا كيليني. كيليني يعني لا فرق عنده لا بين الوديات أو الرسميات. نعم ما فرق، لا يفرق بين الوبسة في بطولة الدوري الألماني. هذه المنافسة التي ربما رأي البعض بأنها أضرت بأداء المنتخب الألماني في بطولة كأس العالم الأخيرة، عندما نتحدث عن منافسة هناك في بطولة الدوري وضرورة المنافسة كما كان عليه العهد سابقا. تعود مرة أخرى في وسط الميدان مارسيل سيلا. عودة سهلة إلى اتجاه اللعب إلى أقصى طرف الأيمن، استقبال من جانبي لاعب طبعا اللي حاول مستويات مميزة عندما كان لاعبا لنادي بنفيكا. كرة طالت وتحولت القادمة التي سوف يتضح فيها الكثير. كل فريق يعلم تماما ما الذي ينقص بنوتشي من الميلان. نتحدث كذلك عن ريال إيغوايين، بينما لدينا كرة سهلة عند حارس المرمى والتدخل كان موجود في الكرة الماضية، لكن حكم اللقاء كان قد أشار إلى استمرارية يحين موعد وصوله إلى البايرن، وحينما يلتحق مع هذه الكوكبة لمصلحة البايرن في وسط الميدان. وصلت هذه الكرة من الطرف الأيمن، كرة ما زالت قائمة والتصويبة ممتازة. يا سلام يا سلام على تسديدة قوية كانت يمينية من جنب في وسط الميدان، بينما هنا محاولة اللحاق بالكرة لكن اسفينو رايح في التغطية الدفاعية. بابا وكومان وكذلك سانشيز، وهنا فرصة ليوبي خطيرة. ساندرو ساندرو يا ساندرو، ممتازة كانت التمريرة من الطرف الأيسر، وبعد ذلك لونا كرة تنفذ من الركنية ترسل عالية راسية من كليني حائرة، لكن حارس المرمى حاولت المرور التقدم. عطية ترسل عالية خطيرة هذه الكرة وما زالت خطيرة للبايرن، لكن بيان كرة فاغنر ينقل الكرة باليسار. بعد ذلك البحث مستمر، هنا ريبري والمرور، وهنا
التدخل كان موجود من ماتيا دي شيليو وبالتالي الى خطأ يصفر السيد كريس بينسو في الكرة الماضية. خطأ كان موجود. غنابري يرسل كرة عالية ولكن التغطية من الكساندرو كانت حاضرة والكرة ما زالت قائمة. ممتاز. الله 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 على التمرير. ممتاز. بينما التغطية كانت موجودة في الكرة الماضية وهنا تسديدة. يا سلام يا سلام بايرن بهذه الأسماء. هو كما ذكرت يعني رغم أن الأسماء التي تعودنا أن نشاهدها أساسية بعض هذه الأسماء تتواجد على دكة البدلاء. هذه الأسماء الصغيرة الشباب نتحدث عن هذه العناصر التي لديها التفاهم في ما يتعلق بهذه المنظومة التي تقدم أداء حتى الآن مميز في هذا اللقاء. خطأ كان موجود. تدخل كان حاضر في الكرة الماضية طبعا من جانب اليوفي. هناك تشيزني بن عطية خضيرة كالتارا بارزالي. هناك اللاعب بيسوبليو بالإضافة للاعب بيرواتو. ولدينا ماتيا ديلفافيرو وكذلك فرنانديز رومان ماسك وكاسانوس كليمنزا وكذلك بيريرا. ولدينا بيلترام وديباردو وكذلك اللاعب فاتشولي. هذه الأسماء اللي تتواجد في دكة بدلاء اليوفي في هذا اللقاء. طبعا كريستيانو غير موجود والذي لن يكون موجودا على مستوى الوديات. اللاعب الذي يحضر نفسه للمباريات الرسميه ولهذا التحدي الجديد. لهذا التحدي الجديد نتحدث عن كريستيانو وعن ما يمكن ان يفعله كريستيانو مع اليوفي في المواسم القادمه. جماهير اليوفي التي صفقت لكريستيانو في الموسم الماضي. هنا خطا من اورايخ وفرصه خطيره. جول جول. هدف اول. هدف اول والخطا من خافي مارتينيز وكانه الخطا من توليسو لسفين اورايخ في مباراه ريال مدريد في الموسم الماضي في بطوله دوري الابطال. لكن هنا في الكاس الدوليه هنا الخطا كان موجود وهنا اورايخ اراد ان يبقي على هذه الكره ولكن كانت التمريره فكان الهدف وكان الخطا بعد التمريره التي وصلت من ستاينزيتش في الكره الماضيه. نعم ليس خافي مارتينيز هو إنما ساينزيج اللاعب اللي أعاد الكرة وهنا أورايخ هو. This is what Favalli is good at doing, getting around defenders and making a nuisance of himself. It's almost literally the case that they bought him, I think. New caught in possession and again that's Favalli's real stopping because he was pulled in. That's how to do the job. Chan got some yardage. Here goes Favalli, the youngster in his place today, and he's made it two, and Ulreich really looked nonplussed by that as well. He got nowhere near it. Bayern were opened up way too here. The Lions, Favalli's onto it fairly quickly, like you said about Mandzukic, willing to chase things. That's what Favalli did, cleared the ball out of back four, onto it quickly. Juve leading 2-0 now. وكما ذكرت واحد من اللاعبين الذين وصلوا ممتازة من بيانيتشي للطرف الأيمن. ممتازة هذه الكرة والتصويبة هنا أتت لكن الكرة قطعت. مشاهدينا متابعينا في كل مكان شوط أول ينتهي من عمر هذا اللقاء.